وعودة إلى الشأن السوري والقصف على مطار حلب. ينضم إلينا من كوفنتري رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد رامي، يعني تفاصيل هذا القصف وما نتج عنه. نعم، صباح الخير. على الأقل هناك 3 صواريخ إسرائيلية استهدفت، واحد منها استهدف مطار حلب الدولي وأسنان مطار النيرب العسكري. هذا على الأقل، قد تكون هناك صواريخ أخرى، لكن في مطار حلب الدولي خرج المطار عن الخدمة، وهذه المرة الرابعة التي يخرج فيها المطار عن الخدمة هذا العام. أيضا مطار النيرب العسكري الملاصق لهذا المطار جرى تدبير مستودعين للإيرانيين في هذا المطار الذي هو مخصص للمروحيات وهو مطار عسكري ويستخدم من قبل الإيرانيين. طبعا المطار، مطار حلب الدولي، سابق وفق المعلومات المؤكدة بأنه استخدم من قبل الإيرانيين بنقل السلاح، قد تكون معدات دقيقة لتصنيع الطائرات المسيرة أو يعني الصواريخ الدقيقة التي تطورها إيران داخل الأراضي السورية. لكن بالمجمل الأهداف كانت أو الخسائر كانت مادية، لا معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية. حجم هذه الأضرار المادية وبناء عليه المدة المتوقعة لخروج المطار عن الخدمة؟ المطار عن الخدمة هذا الأمر يعود للنظام، قد يجري إصلاحه في 4 أيام، في 2 يوم، في ساعات، ولكن بالنهاية الخسائر التي تريدها إسرائيل هي الخسائر في بتدمير المستودعات وإرباك الإيرانيين من استخدام مطار حلب الدولي في نقل السلاح. لذلك أقول بأن مطار النيرب العسكري هذا الشهر لوحده أكثر من 22 طائرة مروحية كانت تغادر المطار باتجاه شرق سوريا، أي تنقلات الإيرانيين سواء سلاح أو عديد أو عتاد. يعني هل المطار في منطقة مكتظة بالسكان وبالتالي متوقع أن يكون هناك خسائر بشرية غير العاملين في المطار؟ لا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن. سابقا كان هناك خسائر بشرية على الأقل في 3 ضربات رصد المرصد، مقتل 17 شخصا في الضربات الإسرائيلية السابقة، لكن اليوم لا معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة. إذن سيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري، شكرا جزيلا لك.